حياكم الله. جاسوسة إسرائيلية يطلق سراحها وجسر حديدي ينهار في جلولاء، ومخدرات من نوع كريستال بالبصرة، والآثار العراقية تناضل للوصول إلى لائحة اليونسكو. كل هذا والجعفر يسعى لوضع الولايات المتحدة في الإطار الاستراتيجي، لكن لا مشكلة، فهنالك طائرة عراقية مسيرة تراقب الحدود. هذا وغيره بنيوز روم، ابقوا وياه. في أبي غريب شرطيان يفديان المواطنين بروحيهما ويحاولان دون تفجير مجلس عزاء. اسكندر ووتوت يقول أطلقوا سراح المواطنة الإسرائيلية رغم أنها جاسوسة. الخارجية تسعى لإعادة الولايات المتحدة إلى الإطار الاستراتيجي. جسر حديدي ينهار في جلولاء. قال الناطق باسم قيادة عمليات بغداد العميد سعد معنا أن اثنين من عناصر الشرطة استشهدا أثناء تصديهما للانتحار يرتدي حزام ناسف حاول استهداف مجلس عزاء في قرية الذهب الأبيض في أبي غريب. قيادة عمليات الرافدين أعلنت إطلاق أول طائرة مسيرة لمراقبة الحدود في المحافظات الجنوبية ذيقار وميسان والمثنى وواسطة. أعلن عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية اسكندر ووتوت إطلاق سراح الجاسوسة الإسرائيلية فاراس مير أذيفا والتي تم اعتقالها في النجف وإطلاق سراحها من قبل قاضي الملف، وأشار إلى أن إطلاق سراحها تم بضغوط أمريكية بحجة أن القوانين التي تعاقب الجواسيس قد أبطلت في زمن سلطة الائتلاف المؤقت. كانت شرطة النجف أعلنت إلقاء القبض على ضابطة استخبارات إسرائيلية في النجف الأشرف تحمل هوية ووثائق أمريكية وتنتحل صفة صحفية في أحد فنادق مدينة النجف، حيث قامت قوات الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية العراقية بالتعرف عليها واعتقالها على الفور، لكن قاضي الملف أمر بالإخراج عنها. وقالت أن اسمها فاراس سمير أغيفا وتاريخ ولادتها هو 24/6/1986، مكان الولادة هو تل أبيب، وتحمل هوية إسرائيلية وجواز سفر إسرائيلي بتاريخ إصدار 26/3/2014 وتاريخ انتهاء في 25/3/2024. كان مفروض عن تفاصيل أكثر عن هذا الملف ينضم معي عبر الهاتف النائب اسكندر ووتوت، لكن لم يرد على هاتفه. أكد رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ورئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي على ضرورة تعميق الحوار الصريح والمكثف بين أطراف العملية السياسية، وتم خلال اللقاء مناقشة المستجدات السياسية والاقتصادية وسبل نجاح العراق في تجاوز المشاكل الراهنة التي تواجه البلاد. أعلنت رئيس حركة إرادة النائبة حنان الفتلاوي عن صدور حكم بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ بحق المتحدث باسم ائتلاف المواطن بليغ أبو جلل، مشيرة إلى أن القضاء منحها حق الاحتفاظ بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض بعد اكتساب قرار الحكم للدرجة القطعية. العراق يحث الولايات المتحدة لتفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجي. بحث وزير الدفاع خالد العبيدي مع قائد قوات التحالف الدولي ضد داعش الإرهابي الجنرال شون ماكارفلاند التحضيرات والتهيئات الخاصة بعملية تحرير الموصل والفلوجة. كان قد أعلن الجيش الأمريكي الأحد أن الولايات المتحدة وحلفائها شنوا 25 غارة جوية ضد أهداف تنظيم داعش في العراق وسوريا. وزير الخارجية إبراهيم الجعفري دعا الولايات المتحدة الأمريكية إلى تفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجي مع العراق، وطالب دول العالم بالوقوف مع العراق في حرب ضد داعش. وقال المكتب الإعلامي لوزير الخارجية إبراهيم الجعفري أن وزير الخارجية استقبل نائب وزير الخارجية الأمريكي توماس شينون والوفد المرافق له. اللقاء استعرض سير العلاقات الثنائية بين بغداد وواشنطن وسبل تعزيزها.
كردستان وضع اقتصادي صعب وتهافت حركة المنافذ الحدودية. جسر حديدي ينهار في جلولة بسبب مرور مركبة محملة بالمواد الإنشائية عليه. أعلنت مديرية مجمع إبراهيم الخليل الحدودي تراجع الحركة في المعبر بنسبة 60%، عازي أسبابها إلى إقامة الحكومة الاتحادية نقاط جمركية في المناطق المحادية لحدود إقليم كردستان وسوء الأوضاع الأمنية في كردستان تركيا والأزمة المالية بالإقليم. انهار جسر جلولاء الحديدي بسبب مرور شاحنة محملة بالمواد الإنشائية في محافظة ديالى. هذا الجسر كان سقط يوم أمس يوم الأحد، لكن اليوم بالصدفة أيضا جسر ثاني سقط. نشوف التفاصيل الجسر الثاني في التقرير وإن عودة للحديث عنه. هذه بعض ما بقي من أجزاء جسر ناحية السلام بعد انهياره بالكامل بسبب ارتفاع مناسيب نهر ديالى بعد الإطلاقات الأخيرة. هنا الأهالي يبذلون كل ما بوسعهم من آليات وأموال لإعادة الوصل بين قضاءين مهمين الخالص والمقدادية. يعني هذا الجسر ماكو غيره رابط بين هاي المنطقة القضائين غير جسر الصدور فقط، من بعقوبة لحد الصدور بس هذا الجسر. هذا الجسر طبعا تعبر منه كل الناس، العسكريين، المدنيين، المارة، الطلاب، النساء، أطفال، يعني منطقة أنت تعرف قضاء بقضاء. فهذا الجسر زادت ديالة بسبب ارتفاع مناسيب المياه في السد، صعدت أكثر من الطاقة الاستيعابية مالته، فأدى إلى قطع الجسر ونزول يبعد تقريبا 700 متر عن موقع تنصيب الجسر. فحضر مهندس من طرق وبلغناه رسميا أنه هذا الجسر راح ينهار وقوم بعلاج فتحة من جهة واحدة حتى يسمه. ما اتخذوا الإجراء، بعد يومين انفتح الجسر وجاء هاي المنطقة يبعد عن مكانها الأصلي بحدود 500 متر. لأن هذا الجسر تابع للدولة مو تابع لقرية الصريوات، هم يجون يشتغلون به. ليش يعني احنا يجي الغاز من عندنا، الشفلات من عندنا، الآليات كلها من عندنا، يعني ليش هذا الجسر دولة يعني مشروع حي وتابع للدولة، ليش الدولة تهمله؟ ولأهمية الجسر في حركة المواطنين وتنقلهم بين ضفتي قرى صريوات وأبي صيد الزراعيتين، لم يجدوا بدا من استخدام الزوارق لتنقلهم وتسيير أمورهم التي تعثرت بسبب انهياره وعدم اكتراث الجهات المختصة بأحوالهم. احنا طلاب من العنبقية، كنا نعبر على هذا الجسر نروح ندرس هناك بابا صيدة. هسه بين ما فاض الديالة انكسر الجسر عندنا، نجي هناك بسيارات ومننا بين ما نعبر تريمة وبصيدة هي صايرة الساعة 8:30 وما نقدر، حتى امتحاناتنا تتأخر عليها. فنطالب من الحكومة من الجهات المسؤولين أن يسوون الجسر بأسرع وقت ممكن. فبعد يوم واحد من انهيار الجسر الحديدي في جلولاء يأتي انهيار جسر ناحية السلام العائم الذي كلف إنشائه 1,800,000,000 دينار عراقي، ليعكس مدى حجم الفساد المالي في إحالة المشاريع من قبل الإدارات المحلية السابقة. لهذا السبب انه المقاول عندما يعني شوف يدفع عموله راح يكون مسيطر على الموضوع، راح يكون الانجاز مالته اولا رديء على اساس يطلع مبالغ هاي العمولات اللي دفعها ويريد يكثر من ارباحها، راح تكون الرقابه عليه قليله، راح يكون حتى المحافظ الموجود في ذلك الوقت ما يقدر يضغط عليه لانه هو ماخذ فلوس. انهيار جسرين استراتيجيين خلال 48 ساعة في المحافظة يعكس مدى ضعف الحكومة في أداء دورها الرقابي على الشركات المنفذة. أحمد الرسام، قناة الرشيد، ديالى. الكرام، والاطلاع أكثر على التفاصيل وحيثيات هذا السقوط للجسور، يعني يوم بعد يوم جسرين يسقطن يوم الأحد يوم الاثنين بديالى. معرف الخفايا عن هذا الموضوع وتردي الأوضاع بشكل عام بديالة، ينضم معي بالصوت والصورة سيد خضر مسلم، مقرر مجلس محافظة ديالة. مساء الخير سيد خضر. مساء الخير، أهلا وسهلا هارون، حياك الله. سيد خضر، ما أعرف يعني المحافظة تمر بمراحل سقوط الحكومات المحلية والمحافظين، محافظ وراء محافظ، هسه سقوط جسور، يعني المحافظة ليش وقت راح تبقى تمر بمرحلة السقوط؟ ماكو مرحلة نهوض بالمحافظة بصراحة.
نعم استاذ هارون، بدايه حتى اوضح قضيه الجسور، اولا جسر جلولاء اللي ذكرت جنابك اللي سقط، هو هذا الجسر طبعا على نهر الديالة يربط جلولاء يعني ناحيه جلولاء ب يعني ناحيه كلار. هذا الجسر تعرض الى عده انفجارات، الانفجار الاول سابقا قبل دخول داعش سياره مفخخه تفجرت عليه على فضاء مسافته 30 متر، ثم من بعد ذلك طبعا هو جسر كونكريتي، بعد ذلك بعد دخول داعش ايضا فجروا نفس هذا الفضاء بعد تصليحه بدايه من قبل وزاره الاعمار والاسكان، ثم يعني صلحوه بعد تفجير من قبل داعش الاخوه في كردستان بطريقه يعني جسر حديدي يعني حقيقه مؤقت يعني ما رجع مثل الاول. الان هذا الجسر الحديدي فاتت بس حتى بس اذا سمحت لي حتى تكون الصوره واضحه، قلت الاخوه في كردستان على اعتبار انه قضاء جلولاء هو تحت سيطره البيشمركه. احنا انا احكي قبل حزيران وبعد حزيران اللي بعد دخول داعش وقبل داعش زين. هذا صار الان هو تحت اقليم كردستان، فهم اقليم كردستان اللي سووا يعني رجعوا جسر حديدي. الان فاتت عليه يعني لوري محمد مواد الكامية اعتقد ماده الرمل، فايضا صار انهيار اليوم اكو احنا اتصلنا بالوزاره الطرق والجسور، اليوم كان خبير موجود هناك وحلل القضيه. احنا الحقيقه تم يعني الان رفع هذا الجسر يعني اعاده اعماره وارجاعه الى سابق عهده الى البنك الدولي، تعرفون اليوم احنا تقشف وماكو اموال، هو مرفوع الان الى البنك الدولي في المرحله الثانيه. طبعا احنا عندنا 9 جسور، 7 من عندها الان انحالت، طبعا داعش دمرها، انحالت يعني والتمويل من البنك الدولي على شركات وزاره الاعمار والاسكان. قبل ما اروح للجسر مال اليوم، المفروض انه اكو مؤتمر للدول المانحه ومحافظه ديالى من ضمن المحافظات اللي راح تنشمل بهذا، ممكن نشوف بيها يعني تطوير بناء لهذا الموضوع، ما اعرف شلون راح تعتمدون على هذا المؤتمر. هو احنا بالضبط صندوق اعاده الاعمار برئاسه الاستاذ عبد الباسط التركي خصص مبالغ طبعا قبل هذا المؤتمر، اكو 350 مليون دولار قدر يحصل عليها من يعني الدول البنك الدولي، هاي مقسمه بين صلاح الدين وديالة. المرحله الاولى كانت التركيز على يعني الجسور الطرق والجسور، وكان 7 جسور تم احالتها من قبل الوزاره، طبعا هذا الملف يدار من قبل الوزارات الاتحاديه، وكذلك يعني على مستوى الكهرباء وقطاع الصحه كلها هذه. يعني الان اكو مؤتمر اخر اعتقد راح يعقد في عمان لي يعني جذب الدول المانحه لاعاده اعمار المناطق المحرره ومن ضمنها في محافظه ديالى. زين انت هسه مراسلنا اذا سمحت لي سيد خضر، مراسلنا كان موجود مكان سقوط الجسر الثاني اللي هو اليوم، وحضرتك ايضا طلعت بالتقرير كم كنت موجود وتحدثت عن فساد، عندكم ضمانات انه الاموال اللي راح تجي من صندوق اعمار العراق او المنح من البنك الدولي ما راح تروح ايضا للفاسدين اللي انت اصلا تحدثت عنهم بالتقرير؟ خلينا نكون واقعيين، انا بينت لك انه كل الاموال وكل الاعمال تحال من قبل الوزارات وليس من قبل الحكومه المحليه، اذا كانت على مستوى الصحه او الطرق والجسور او الكهرباء، فاعتقد الاموال اللي يبذلها البنك الدولي اعتقد بها سيطره عاليه جدا على قضايا الفساد، مو مثل اعتقد يعني مو مثل الاموال اللي تدار من قبل الوزارات يعني بالنسبه للاموال العراقيه الموازنه العراقيه، اعتقد يعني عليها سيطره كبيره جدا، لانه البنك الدولي حاضر في كل مراحل يعني الاعلان والاحاله والعقود، اعتقد راح تكون بها يعني سيطره نوعا ما. نعم ما يخص جسر اليوم اللي هو ما يخص جسر اليوم هذا صور. جسر نعم تمام، هذا على نهر الديالة، هذا بالحقيقه هو جسر عائم، يعني جسر عائم يعني عباره عن دوب حديديه ويربط بين ناحيتين، ناحيه ابو صيده وناحيه السلام او قضاء المقداديه وقضاء الخالص. هذا اكو طبعا نتيجه السيول والامطار يعني صعدت التصاريف في نهر ديالة، المفروض هذا الجسر العائم من تصعد التصاريف يعني يتم تفكيكه واعاده ربطه بعد انتهاء هذه التصاريف. يعني اكو يعني دائره الطرق والجسور ودائره الموارد المائيه كان ظهر التنسيق بيناتهم ضعيف، يعني حسب ما افتهمت من الاهالي اليوم انا رحت البارحه رحت انه ما كان يعني المهندس اللي راح من مديريه الطرق ما كان يعني متفاعل بسرعه
يعني كبيره على اساس يفتح هذا الجسر ويفككه الى ان تمر مرحله الفيضانات والتصاريف العاليه، لان كانت التصاريف تقريبا 5 يعني متر مكعب بالثانيه صعدت الى 380 متر مكعب بالثانيه، وتصور كم ضعف زاد يعني قضيه اهمال. هذه بها قضيه اهمال، لذلك احنا يعني اللجان التحقيقيه بالتاكيد راح تشتغل. هذا الجسر دفق قبل تقريبا اكثر من سنتين. الان احنا استنفرنا الجهود في محافظه ديالى اعتمادا على الياتنا ويعني اليات الدوائر، ساعدوا ويانا كثير من الدوائر، الاهالي بالحقيقه كان لهم دور كبير جدا، ساعدوا في تفكيك هذا الجسر، يعني صارت عليه حمله على اساس سحب هذه الدوب والفضاءات واعاده ربطها مره اخرى. زين سيد خضر، ما اعرف شنو نسبة انجاز المشاريع هسه تحدث بعد 3 سنوات وشوية على وجودكم بحكومة ديالى، ما اعرف شنو نسبة الانجاز للمشاريع، شنو رجعتوا اموال لوزارة المالية حتى نتحدث على انه بعدنا نتحدث عن جسر حديدي وجسر عائم وجسر مؤقت، هسه هذا بس على الجسور. هو استاذ هاي الجسر العائم وغيره والمشاريع، قضية يعني اوضح لك اياها انه ادارة الاموال هي سيئة في كل العراق يمكن، وفي محافظة ديالى ايضا هي نفس القضية تنطبق عليها، يعني ما كانت اكو مشاريع لها تخطيط استراتيجي كبير وتم انشائها، وانما كانت الموازنات كما يدعون انفجارية، وكان يعني صرف الاموال يعني بدون تخطيط مسبق، وكانت لذلك مشاريع ضعيفة وليس بالمستوى المطلوب. اليوم احنا في محافظة ديالى على اساس موازنتنا 41 او 42 مليار، طبعا حبر على اوراق لحد الان لم تحول اي مبالغ، تقريبا اكثر من 350 مشروع بالكامل كلها توقفت، وماكو اموال طبعا المقاولين والشركات قدموا السلف، ماكو يعني تمويل لهم، بالتالي بالقانون يقول بعد 30 يوم من تقديم السلف يحق للقانون للشركه ان توقف العمل، لذلك اليوم تلاحظ كل المشاريع، طبعا المشكله مو في يعني فقط ديالى وانما كل المحافظات. هو بكل هذا اللي صاير، قضيه قله الاموال واداره الاموال اللي مثل ما قلت مشكله يعاني من العراق، لكن خليني بديالة، بجد تأثير نسبة تأثير الصراع السياسي على كل اللي صار بديالة، تأخير خدمات، الوضع الأمني، يعني هسه احنا قبل ما ادخل الاستوديو بدقائق انفجار يا مطعم شعبي بعقوبة، هذا كله شنو تأثير الصراع السياسي عليه؟ اكيد هذا الانفجار يعني نعزي عوائل الشهداء ونعزي انفسنا، كان انفجار في قرية شفتة على فرن صمون اعتقد، راح نتيجته لحد الان 3 شهداء و أكثر من 10 جرحى وأكثر. أكيد الصراعات السياسية وعدم الاستقرار السياسي في المحافظة يؤدي إلى يعني دخول يعني العصابات الإرهابية واللي ما يحبون الاستقرار للمحافظة، بالتأكيد راح يستغلون الوضع على أساس يعني يضغطون بهذا الاتجاه. لذلك اليوم هاي قبل هاي الفترة أيضا الأمن يعني انخفض مستوى في محافظة ديالى، اليوم الأمن ليس بالمستوى المطلوب، صحيح يعني داعش يعني انطرد لكن أكو جيوب، أكو اليوم في زاغنية قبل كم يوم للأسف الشديد يعني حدث قصف وتعرضات من قبل داعش من قبل بساتين، لذلك يعني في البساتين، لذلك احنا طلبنا من القوات الأمنية فتح طرق في هذه البساتين، لحد الآن هم اليوم متأخرين وقاطع المسؤولية تحت قيادة العمليات، أعتقد التأخر هذا يعني إذا كانت شرطة وإذا كانت جيش. زين سيد خضر، ما أعرف سيد خضر إذا سمحت لي، بدينا بالجسور وتردي الواقع الخدمي بدياله، لكن جابتنا السياسة والوضع الأمني، هسه حضرتك ذكرت القصف اللي موجود، خليني أربط بيناتهم، وما أعرف القضية بعدها موجودة قضية إقالة المحافظ، وهذا القصف هسه تقول من داعش، لكن الباقين بالأعضاء المجلس يقول هاي قضية كل ما أريد نصوت على المحافظ نتعرض إلى قصف، بالتالي شنو ربط داعش بإقالة المحافظ والقصف اللي يصير والسيارات المفخخة؟ لا احنا استاذ خلينا نكون واقعيين، يعني قلت لك اليوم يمكن ما خليتني اسلسل لك، في كنعان يعني قبل كم يوم استشهد ضابط وكمين من قبل داعش ومن قبل هناك والبساتين اللي هنا، يعني اقول هو هذا عدم الاستقرار السياسي ممكن يخلي هاي العصابات تتدخل، وممكن انه حتى يصير اتهامات بين الطرفين، احنا طبعا نطلب من القوات الامنيه التحقيق في اي متهم، اليوم اكو اطراف في مجلس المحافظه انه عليها القاء قبض، والطرف الاخر يقول انه لازم تنفذ، وهذا الطرف نفسه يعني يقول ويدعي انه المحافظ او جماعه المحافظ يقومون بعمليات، انا اقول انا بالنسبه لي حقيقه على الطرف الثالث انه يثير الفتنه بين هذه الاطراف حتى يستغل الوضع ويربك العمليه. شلون تشوفون انتم قرار رئيس الوزراء انه اي مذكره ما تصدر بعد الا بموافقه على اي شخص بدياله، خاصه بدياله، ولغى مذكرات القبض على 4 من اعضاء المجلس؟
تهمة أربعة إرهاب. يعني هو هذا القرار الحقيقة ما مبلغ، لكن مذكرات إلقاء القبض صادرة من الجهة القضائية، لكن نتيجة وحتى في يعني أعتقد في بغداد ليس في فقط في ديار الشخصيات السياسية، يعني أكو حساسية وأكو ادعاءات معينة، فاحتمال رئيس الوزراء راد يسيطر على هذه العملية وينظر في هذه القضية. يعني شلون نشوفه خطوة جيدة حتى خلينا نقول لتلاحق اللي باقي من الموجود بديالة؟ والله أنا شخصيا يعني أكو اعتقادي، أولا أنه إحنا مفروض القضاء يعني نزيه ومستقل، ولكن بنفس الوقت أكو حساسية، فأنا أعتقد لا بأس يعني من هكذا إذا كانت يعني الأمور على أساس لا يتم تصعيد سياسي. طيب اسمح لي أن أشكرك السيد خضر مسلم مقرر وعضو مجلس محافظة ديالى، كنت معي بالصوت والصورة. تمكنت الملاكات الهندسية والفنية العاملة في المديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائية لمنطقة الفرات الأعلى بإدخال محطة الخالص التحويلية بقدرة 132 كيفي إلى العمل بعد إكمال عملية تأهيلها بوقت قياسي استعدادا لاستيعاب الأحمال المتوقعة خلال فصل الصيف الحالي. مفوضية حقوق الإنسان تحشد لضم آثار العراق للائحة اليونسكو الشهر المقبل. كريستال مخدرات من نوع جديد يتم القبض على عائلة تتعاطاها في البصرة. دعت عضو المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان سلام الخفاجي المثقفين والمهتمين بالتراث والآثار لمناصرة جهود العراق بضم 4 مواقع آثارية عراقية جديدة إلى لائحة التراث العالمي التي من المؤمل أن تصوت عليها منظمة اليونسكو في منتصف تموز المقبل. الحديث أكثر عن هذا الموضوع تنضم معنا في الاستوديو الدكتور سلام الخفاجي عضو المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان. حياكم الله دكتور. دكتورة القضية الناس تحتاج بعد توضيح أكثر، أكو حملة يعني تدعيت المثقفين والمهتمين بهذا الموضوع، لكن دولي أصلاً عندهم حملة مشاركين بحملة التواقيع اللي موجودة، خلي الناس بعد البسطاء تفهم شنو الموضوع، شنو أهمية ضم هاي المواقع الآثار مواقع الآثارية العراقية للائحة التراث العالمي، أهميتها إذا ما انضمت شنو اللي راح يستفاد من عند العراق؟ نعم. بالنسبة للعراق هو سجل أن هنالك مجموعة من الآثار ورغب أن تنضم هذه إلى لائحة التراث العالمي. إذا انضمت هذه الآثار أو المواقع الأثرية اللي هي عندنا بالناصرية والعدنا بالسماوة، هذه المواقع الأربعة إذا انضمت إلى لائحة التراث العالمي حتصبح هذه يعني محمية من قبل يعني اليونسكو، حتساهم وتساعد في الحفاظ عليها من خلال الدول الموجودة الموقعة على اتفاقية اليونسكو في حفاظ على التراث العالمي، حتساعد بالأفكار بالبعض. يعني ما نسمع أن الحكومة العراقية أو الجهة المعنية أو الحكومة المحلية هاملة هذا الموضوع أبداً، تحت إشراف عالمي حيكون دولي، دول الدول تتبرع تعطي أفكار تعطي يعني خطط بكيفية الحفاظ على هذا. إذا تم الحفاظ على هذه المياه حتكون مردوداتها المالية كبيرة جداً على المواطن في تلك المنطقة، ستصبح مناطق يعني سياحية يرودها الكثير من السياح، وتعرفون أنتم إذا أصبحت مناطق سياحية ومحمية من قبل يعني اليونسكو فحيكون هنا مردود مالي كبير جدا للمواطن، حتنتعش السياحة، الفنادق، المطاعم، الأكل، التراث الشعبي كلها حتنتعش في ذلك المناطق، فتصبح مورد إضافة إلى حفاظ على التراث، تصبح مورد للمواطن. جيد. نعم. حضرتك ذكرت أنه هي الموجودة بالناصرية وبالسماوة. نعم. شنو هاي المواقع بالضبط؟ يعني إحنا عندنا بالسماوة هي يعني أوروك، وبالناصرية عندنا الأهوار اللي صار لنا هواية إحنا نحاول أن نسجلها، وأيضا عندنا أورو أريدو هذه بالناصرية. اللي شيء اللي انه احنا يعني الاهوار كلها اعتبرت كموقع. نعم. يمكن اكو 3 أو 4 أهوار موجوده. نعم. بالناصريه. نعم. المشكله ان الشيء اللي اللطيف بهذا الموضوع انه بعد ما يقدر نظام او مجموعه يعني في النظام السابق جفف الاهوار لكي يعني يعاقب اهل المنطقه اللي موجودين بها لانه ضد النظام، الان لو ادرجت هذه لن يصبح من استطاعت اي
يعني اي حاكم او اي سلطه ان يعني ان تؤذي او تؤثر على هذه الاهوار، لانها اصبحت هي من ضمن التراث العالمي. دكتوره سلام، هسه النظام السابق جفف الاهوار، التداعيات انه كان اكو مقاتلين يقاتلون ضده، الامور حتى الامور السياسيه دخلت بها، لكن بعد صار لنا 14 سنه بعد 2003، شنو اللي منع الحكومه انه ترجع هاي الحكومات المتعاقبه طبعا ترجع هاي الاهوار؟ حتى بقضيه حقوق الانسان اللي عايش بالاهوار، يعني هذا ما يقدر يوميا يفتح الصبح بعينه ما يلقى القصب، ما يلقى الجاموس اللي موجود، ما يلقى القاع اللي موجوده بيه، ما يقدر يعيش في المدينه، بالتالي صار انتهاك لحقوق شريحه معينه، حقوق انسان. شنو اللي منحهم؟ انتم ما ادري متابعين هذا الموضوع؟ والله احنا متابعين، وحتى احنا كانت عندنا زياره لجبايش، قضاء جبايش حقيقه، وحتى احد الاحتفالات اللي سويناها لتكريم يعني الملتحقين بصفوف معه الاميه، يعني شخصنا انه نكون بجبايش سويناها، وطلعنا على الاهوار وشفنا كميه النقص اللي موجود بال يعني بالخدمات، ما زالت قليله. نعم ما زال يعني ممكن ان تتحول هذه الى ثروه هائله جدا، يعني مشاريع الاستثمار اللي يعني للأسماك أو للطيور المهاجرة الموجودة، يعني فشيء كبير جدا ممكن أن يدر بالأرباح، ما يحتاجون دول الأخوان هناك لا نفط ولا يحتاجون إلى فوسفات أو شيء، عندهم ثروة يعني تستطيع أن تعيشهم وتعيش أجيالهم لسنين قادمة. فلذلك أنه إحنا ضم هذا التراث أولا للحفاظ عليه كتراث عالمي عراقي وعالمي، إضافة إلى هذا تفتح الأبواب أمام المشاريع الاستثمارية للاستفادة من هذه المنطقة، ولكي تدر بالربح والري على اهالي هذه المناطق. شنو الاسس اللي تعتمدها اليونسكو لاختيار هذه المواقع؟ نعم احنا لاول مره العراق هو ادرج انه هنالك مجموعه من المواقع يريد ان تكون هذه عنده تعتبر مهمه ويريد يقدمها. طبعا يعني بس اذا سمحتي لي دكتوره، القضيه اول شيء تبدا من نعم البلد اللي عنده المواقع. نعم العراق عنده مواقع قدم لائحه بها. نعم قدم لائحه بها، تم اختيار اربعه من عنده، اجى فريق، هذا الفريق من 2015، يعني حقيقه كان دور بارز جدا اكون صريحه وياكم لوزاره السياحه والأمن. آثار يعني، وأيضا لمجلس محافظة ذيقار والسماوة، يعني هم والمحافظة أيضا، يعني هم أخذوه، هم اهتموا بالفريق، رأوه الأماكن، بحيث أنه قالوا هذه عجائب من عجائب الدنيا، خصوصا حينما التقى يعني اطلعوا على الأهوار يعني في المناطق. وإضافة إلى هذا أنه كان هنالك نوع من الإهمال، لابد يكون اهتمام بها، فوافق الفريق على هذا. الآن إحنا يعني مرت بخطوات إلى أن وصلت أنه إن شاء الله حيكون منتصف تموز في تركيا حيكون تصويت على هذا. هنا لا يكون هو التصويت أنه يعني المواطنين الشعب المثقفين يصوت. يعني راح أجي أنا على قضية التوقيع. نعم والتصويت اللي موجود. نعم لكن اللائحة محددة برقم معين لو الرقم مفتوح؟ احنا أربعة العراق بالنسبة لنا، احنا أربعة. اللائحة العالمية. نعم اللائحة العالمية هي الدول اللي تريد تضم تطلب، يعني ما بها عدد معين، يعني تقدم حسب، يعني مثلا تحدث عن عجائب الدنيا السبعة، هي كان سبعة؟ لا يا سبعة اي دار الحديث على انه راح تصير تسعة او تكثر، بالتالي ماكو قائمة معينة. لا لا ابدا، عندك فوق 100 صعدوا قائمة اللائحة هذه الموجودة. فاذا احنا العراق الان احنا عندنا احنا أربعة، اذا سوينا أربعة الاخرى حيصير عندنا ثمانية. يعني احنا عندنا تذكرون حضراتكم قلعة أربيل، والآن اللي يروح من عندنا من المواطنين يروح يزور قاعة أربيل يقدر يشوف مدى الاهتمام بهذه القلعة والحفاظ على يعني الشكل مالته الموجود. يعني أنت حتحافظ على هذا المكان أول شيء كتراث عالمي، ثاني شيء هو له أثر كبير جدا على الأجيال الحالية والأجيال القادمة. جيد، قضية التواقيع والتصويت اللي موجود مهمة جدا. شنو فائدتها بالنسبة إذا صار ما صار التصويت بمنتصف تموز؟ يعني هو إحنا الآن نجمع أنه هنالك نحشد رأي بأنه الكل يهتم بهذا الموضوع، وحقيقة تحشيد الرأي ليس يكون هو فقط يعني على المستوى المحلي، أتمنى على الأخوان اللي هم مشتركين بالمجامع الجروبات اللي هي مو بس فقط العراقية، يعني أرد المجامع العربية الدولية، أنه يبدون يحثون المثقفين هذه يدخلون على أي مواقع ويسيطون، لأنه إحنا لو بس العراقيين صوتنا ما حتكفي أصواتنا، ترى إحنا رد إحنا دول العالم ويانا، إحنا أخواننا اللي بالخارج، منظمات اللي تابعة لهم، مجتمع مدني، مراكز بحوث، رد هذه كلها هنا يبرز دور وزارة الخارجية، أنه كيف تستطيع أن تحشد الرأي بالدول اللي المختلفة، أنه نريد حملات التوعية هذا بهذا الموضوع، وليس فقط يعني داخل العراق. احنا لاحظنا أن وزارة الصحة حقيقة مشكورة، قامت وزارة الصحة والبيئة بعد ما صارت بهذا الاسم تقوم بحملات كبيرة جدا بالنسبة للأهوار، لأنه بما اختصاصها بأنه صحة وبيئة، ولكن أن المواقع الأثرية الأخرى يعني الآن مناصرية جيد، ما طول الصحة والبيئة ما أخذ دورها، وزارة الخارجية معنية بقضية السفراء. نعم هذا هنا نحن من خلالكم إن شاء الله تعالى، وأكيد حتكون أن لهم مناشات لوزارة الخارجية أنه تهتم يعني سفارات العراق و يعني ممثلياتها بهذا الموضوع، لكي تحذ
المواطنين العراقيين والأجانب إنه للتصويت على هذا التراث وتظهر أهمية هذا للعراقيين كبلد يحتاج أن يوقف عالميا. جيد دكتورة، بس حتى الناس تعرف إذا ما صوت العراقي أو خلى توقيعه بهذا الموقع اللي موجود للتصويت، شنو فايدته بيوم التصويت اللي راح يصير منتصف تأثيره شنو؟ يعني احنا هذه من حيكون عندك تصويت اخر موجود، فاحنا نريد التصويت الان انه نريد نجمع اكبر حمله توقيع، وريد ايضا يعني هذه حنقدمها، ونريد ايضا المواطن يوم التصويت راح يفتح، تذكرون حضراتكم يعني ذكر المواطنين يذكرون احنا همين ترى تم عرض فتره سابقه وصوتنا وترى ما صعدنا على القائمه اللي كانت الاصوات اللي حصلناها قليله وصعدت غير دول اخرى يعني بتراث العالمي. الان احنا يعني متحفزين وطالبين انه هذا انه نحقق للعراقي شيء، العراقي طموح يحتاج انه يثبت تراثه، داعش قتل يعني ابنائنا وراد يهدم تراثنا، ولكن ان شاء الله تعالى هذا التراث العراقي وليس عراقي ولكن عالمي. شو ما اعرف تواصلكم وياهم، شفت الوضع الامني يؤثر ممكن على هاي المواقع انه اذا ما خلوها على احد باكر عقبه يريدون يسووها مواقع اثريه يمكن السياح ما يقدرون يجون بسبب الوضع يعني هاي. احسنتم، احنا الان المشكله عندنا احنا الان هو الوضع الامني مستقر في تلك المناطق، فلذلك انه اذا وضع الكارثه السماوه اللي بها موقع ما بها انفجار صار سنين صار بها انفجار يعني حتى وهي الكارثه ما اعرف شلون يعني جايبه ويانا كلش بالعكس يعني السماوه هي يعني اذا رجعنا على الاقتصاد وخارطه التنميه البشريه داخل العراق من افقر المناطق هي العراقيه، المحافظات العراقيه هي السماوه، فانت الان اذا لو خليت يعني هذه الاوروك يعني منطقة مالتهم وأصبحت هي على قائمة التراث العالمي وفتحت أبواب استثمار وأبواب يعني فرص عمل للمواطن العراقي، يعني هذا إحنا حنساعد العراقي. نتحدث عن الملف الأمني للسماوة. نعم. خالي من أي خروقات صار سنوات. نعم. يجي قبل التصويت بشهر يصير بها انفجار مزدوج بسيارتي مفخخة وتهديدات مستمرة. طبعا هو هذا ما يأثر على يعني أنت على القرار اللي يصدر الأممي ما يأثر عليه، إحنا قد ما عندي ناس حتصوت قد ما حتدخل على الموقع الإلكتروني ويقول أني مؤيد إلى هذا هو عندي الأثر الأساسي. يعني بهاي الحالة الناس راح يكون لها دورها المهم. نعم جدا مهم جدا، وأنا قلت حضرتكم إنه ما أريد بس العراقيين، إحنا أريد كل عراقي، يعني إحنا جد إحنا كم مليون عراقي، كل العراقيين يصوتون من خلال الـ يعني التصويت الإلكتروني، ولكن في نفس الوقت أريد همتهم على الجروبات الأجانب والعرب الموجودين أن يصوتون. يكون لها ترويج. أكيد نعم احنا نعم. نضم صوتنا صوتك. بالتالي إذا ما انضمت هاي القائمة اللي موجودة. راح يترتب على العراق التزامات تجاه اليونسكو او منظمه التراث العالمي. نعم حيكون هنالك تعاون بين العراق وبين هذه المنظمه العالميه ويكون العراق عنده التزامات يجب ان ينفذها، وايضا بنفس الوقت هي يعني اليونسكو حتكون عندها التزامات تجاه العراق، يعني شيء يعني هذه اشياء يعني لوجستيه موجوده حسب قوائمهم وحسب لوائحهم، واللي يعني كنت صريحه وياكم انه الوزاره يعني الوزارة السياحه والاثار حقيقه بعهد الدكتور شرشاب يعني كانت نشطه بهذا الموضوع جدا، يعني ان شاء الله تعالى اكيد وزاره الثقافه والسياحه والاثار في الوقت الحاضر اكيد مهتمه، ولاحظنا ايضا هناك عملها وحملات. شفتوا خلي نرجع حتى القضيه السياسيه، دمج الوزارات اثر على عملها ممكن يسوي بها تشتت. نعم يعني مو تشتت حقيقه يعني انه كان لا ما هي وزارتين دكتور، وزارتين معنيه اللي هي السياحه والاثار دمجت مع الثقافه، وحتى كان الوزير السابق هو ابن الناصريه، والبيئه دمجت مع الصحه، يمكن كان انه يكون استقلاليه كوزير وزاره انه بها وزير ومنصب سيادي كان ممكن يتعامل وياه اكثر، فما اعرف يعني حضرتك قلت انه اثرت. طبعا يعني احنا هذا حقيقه هم كان هم البادره الاولى، هي كانت الوزاره اللي ضم هذه الاثار، ولحد الان احنا اذا تلاحظون تتابعون المواقع الالكترونيه ما زلنا نسمع عن تصريحات الاستاذ عادل شرشاب ودعمه وهذه تحشيده اضافه الى الكوادر اللي هناك الموجوده، حقيقه خلينا نتكلم بصراحه انه اختزل بعدد الوزراء ولكن انه الموظفين بقى عندي، شو الفرق علينا انه عدد يعني انه دمجت هالوزارة. بس بهاي الوزاره تمثيل كوزير يختلف عن وكيل الوزاره او المستشار. نعم اتعدل. بالتالي اللائحه تصوت عليها بشكل كامل، يعني كلائحه ممكن كل تراث يصوت عليها، يعني انه انت هذا التراث يصوت عليه، ايش قد يحصل اصوات؟ ها يعني مستقله لهوار واحد، اور واحد، اوراق واحد. نعم ايش قد يحصل اصوات، فلذلك احنا نريد يعني احنا نريد همة العراقيين انه يصوتون، احنا نريدها كلها نريدها. اكيد ما نريد واحد من عندها او اثنين. اكيد واحنا نضم صوتنا لصوتك، واكيد راح نكون متابعين هالموضوع التحشيد الناس. اسمح لي اشكر حضرتك دكتوره سلامه الخفاجي، حضر المفوضيه العليا المستقله لحقوق الانسان، حياكم الله. اهلا وسهلا. أعلن مكتب قائد الشرطة في محافظة البصرة أن قوة من الشرطة داهمت أحد الدور السكنية وألقت القبض على 4 متهمين بتعاطي مخدرات من نوع كريستال، موضحاً أن المتهمين هم رجل وزوجته وشقيقته وصديقه. خبرنا الأخير من واسط، حيث أصدرت محكمة جنايات واسط حكماً بالإعدام على شخص أدين بتفجير عبوة ناسفة على دورية شرطة في المحافظة
فيما أصدرت حكما آخر بالسجن المؤبد على مدان بتجهيز أسلحة لمجاميع إرهابية. كان هذا خبرنا الأخير، حلقتنا انتهت، عندنا موعد يتجدد يوم غد. مع السلامة.